قائد عسكري قنديل جريسبي. نحن هلا هون بمنطقة سباهية، وطبعا نحن فتنا بالجهة الغربية، فتنا عليها وحررنا الجزرة، وهي حررنا السباهية كمان، وفي عنا الرومانية كمان حررناها، وهي الدرعية كمان يعني حررناها خلصناها، والاشتباكات مستمرة، ونحن عم نتقدم يعني عم نتقدم منيح منيح لقدام، والحمد لله كل شيء تمام وما في أي ضرر وأي شيء. فتنا مدينة الرقة، أخذنا منها جزء كبير، وداعش كان يستعمل مدنية كدروع بشرية يحطه قدامه عشان نحن نضرب مدنية، هو بيصور لأنه الجيش الديمقراطي وجبهة أكراد كان يضرب مدنية. الحمد لله المدنية ما صار فيها أذى بيناتهم، يعني نحن أخذنا مناطق ومدنية ما صار فيها تضرر كتير.